المقابله كما شاف الجميع كانت مقابله قويه. فريق نهضه بركان ديما كيعدم واحد العروض اللي طيبه في الدار البيضاء. اليوم كنا كما كيقولوا في نهارنا حاولنا اننا نستغنوا المرتدات، لعبنا بواحد النهج تكتيكي اللي كنسيروا في مقابلات خارج الميدان. سيطرنا على اطوال المقابله، كما قلت سجلنا هدف وكنا اننا نسجلوا هدف ثاني. نتمنى واحد اوفر لفريق الوداد وواحد اوفر لفريق بركان.